ايضا في رساله الى اللاعبين، يجب على اللاعب انه مثلا يحترم العقد مع المدرب، يحترم مدربه اللي دربه في البدايه، يحترم النادي. يعني يكون هناك، يجب ان تكون هناك يعني شفافيه واحترام متبادل بين النادي والمدرب مع اللاعب، واللاعب ايضا مع النادي والمدرب. كلام حضرتك مظبوط، بس في حته اضافه صغيره، ان اللعيب عندنا في الدوله العربيه مفيش لاعب بيحكم على نفسه. احنا مشكلتنا ان اللاعب ممكن يتمرن اسبوعين ومفكر من دماغه ان هو بقى بطل عالم، انه بيبص لنفسه في المرايه وبيحس بنفسه ان هو واقف قدام المرايه لوحده، انا بطل عالم، انا ممكن اكسر الدنيا. مفيش حاجه اسمها اللي انت تقيم نفسك، في حاجه اسمها تواضع. صحيح، عجبتني هذه الفكره، يعني تواضع، وانت ما في لاعب يقيم نفسه. تكلمني يا بس، يعني مين اللي يقيم اللاعب؟ مستواه كبطوله او المدرب بتاعه انت، يعني الاكشن بتاعك هو اللي بيبين مستواك. لكن انا ما اقدرش ان انا اعمل شادو بوكسنج قدام المرايه ومفكر نفسي ان انا بقيت بطل عالم. نتائجك هي اللي تتكلم عنك، مش لسانك، نتائجك. كلام جميل كابتن. لما المدرب بتاعك يقول لك ان انت جاهز ان انت تلعب ماتش، تفضل كابتن كمل. يعني يجب على المدرب، لما المدرب بتاعك يقول لك ان انت جاهز، تفضل المدرب بتاعك يقول لك مثلا ان انت جاهز ان انت تلعب ماتش، انت جاهز. مش معنى ان المدرب بيختلف معاك وقال لك اللي انت مش جاهز اللي انت تلعب ماتش، خلاص كده يبقى المدرب وحش ولا المدرب مش بيحبني، انا اروح اتمرن في مكان تاني. ما ينفعش، بدل ما فيش انتماء مش هتظهر، مش هتروح اي مكان.